الخبر التاني المهم عندنا النهارده، النهارده احنا قلنا نبدا بخبرين، خبر من الزمالك بداناه مشكله ساسي وعلاء شرحها بالتفصيل. خلينا نروح للنادي الاهلي، وهناك في موضوع لا يقل اهميه عن موضوع ساسي، وهو ماذا حدث لرمضان صبحي في الساحل الشمالي؟ ايه اللي حصل لرمضان صبحي في الساحل الشمالي؟ وايه اللي اتكتب في هذا الاطار؟ وما يحدث في هذا الموضوع سواء من الاعلام او من اللاعب؟ استاذ احمد السيد السلام عليكم. وعليكم السلام، اهلا بيك يا استاذ عبد الناصر، ارحب بيك وبرحب بكل متابعينا. طيب استاذ احمد، بعد الترحيب بحضرتك، ايضا عندنا خبر ملأ الدنيا واقامها ولم يقعدها، ماذا حدث لرمضان صبحي في الساحل الشمالي؟ طبعا ده الخبر الترند اللي موجود في كل السوشيال ميديا. خلينا نحكي الواقع بشهود عيان واللي كانوا متابعين لهذا الموضوع، ويمكن كل صفحات الاهلاويه تناقلت هذا الخبر. رمضان صبحي كان موجود بصحبه زوجته في احدى القرى الساحليه بالساحل الشمالي، كان موجود في احدى القرى، يعني بيجلس هو وزوجته في احدى الاماكن، موجود على البحر، الدنيا ظريفه، فكان بجواره على شمسيه مجاوره حوالي 5 اهلاويه، يمكن لمحوا رمضان صبحي وزوجته، ابتدى يدور ما بينهم كلام بصوت عالي، محاوله للتلميح للاعب بانه باع النادي الاهلي، اختار الفلوس، ابتدى اللاعب يشعر بان في تلميحات ضده، يعني يحاول يمسك شويه نفسه، ابتدى الموضوع يكبر شويه، لاعبي النادي او الكوماتي المشجعين للنادي الاهلي كانوا بيتكلموا في كل الجماهير الاهلي بيتكلموا فيه، بيتكلموا ازاي اللاعب فضل الفلوس على النادي، ازاي ابن النادي بباش ابن النادي، ازاي الفلوس بتتغير وبتعمل نفوس، كلامهم ابتدى اللاعب يلمسه بشده، فابتدى يوجه لهم كلام انتوا بتتكلموا عليا، قالوا له احنا بنتكلم براحتنا، ابتدى يكون في يعني اشتباك لفظي، الناس ابتدت يعني تخش في جدال وكان هيبقى في تراشق، بعض الناس حاولت تتحاول، فاللاعب خد زوجته وغادروا المكان اللي كانوا موجودين فيه يعني على البحر، وهو بيغادر يمكن كمان ايضا الخماسي كملوا معاهم، حدف له 500 جنيه امام العربيه وتقال له مش انت بتاع الفلوس يلا انزل هاتها، كلام من هذا القبيل، اللاعب يعني كان هيتنرفز اكتر وكان هيبقى فيه خناقه بالايدي، لكن الناس هدت القصه وخد عربيته وعلى طول مشي، ويعني كان خبر يمكن انتصر كنار في الهشيم على السوشيال ميديا. صفحة الأهلي فوق الجميع قالت علقة لرمضان صبحي في الساحل الشمالي من قبل بعض الأهلوية بعد ما أحدهم قال تعالوا نرمي فلوس على الأرض ونشوف هيجري عليها ولا لأ، مما أثار غضب اللاعب وحس إنهم بيتكلموا عليه، وهنا حدثت مشادة وتم ضرب اللاعب من قبل بعض الأهلوية. يعني كل صفحات الأهلوية تتحدث عن هذه الواقعة واللي أصبحت ترند على السوشيال ميديا، ودلوقتي اللاعب يقدر يحكم، يقدر يشوف قد ايه جماهير النادي الاهلي كانت بتستقبله منذ ايام ويتصوروا معاه وحاله الحب، ودلوقتي حاله الذل والاهانه والانتقادات اللي اتعرض ليها بكل يعني شعور كل اهلاوي، هو يقدر بقى يشوف الفلوس بتودي لفين وحب الجماهير بيودي لفين، هيلمس الكلام ده للاسف لان جماهير النادي الاهلي هو ده شعورها، وكل مش بس جماهير الاهلي، فاللاعب بيخرج وبيقابل وبيشوف ردود الافعال، وده رد فعل واضح من جماهير النادي الاهلي ومن بعض الجماهير، خلينا نقول من بعض الجماهير في احدى القرى في الساحل الشمالي، في احدى القرى، مش عايز اقول اسم القريه لكن على مرأة ومسمع من الجميع، وده كان خبر ترند في السوشيال ميديا. يعني مش هنتكلم على اعلان البطاطس، مش هنتكلم على حاجات تانية ليها وقتها، لكن الخبر ده كل جماهير النادي الاهلي تحدثت عليه. بالمناسبة اللاعب طلع نفى هذه الواقعة وقال لم تحدث، وكن كل تقدير واحترام لجماهير الاهلي. طيب يعني خلينا نحترم الناس، بتقول لو سمحتوا ما تقولوش لاعب الاهلي، هو لم يكن في الاهلي دلوقتي، بقي لاعب بيراميدز او لاعب هيدرز بنت حتى يوقع لبيراميدز، وانا بحترم ذلك. يعني اذا الواقعه عليها روايتين، روايه شهود العيان والتي تناقلتها المواقع والصفحات، وكلام رمضان صفحي. شهود العيان اكدوا، هي القريه اسمها لافيستا، علشان بس تبقى معروفه الامور،
شهود العيان في قرية لافيستا أكدوا إن يعني 500 جنيه على سبيل النقطة، بدل أنت بتاع فلوس فإحنا بننقطك. فدي طبعا إشارة. وابتدت يا استاذ عمرو، ابتدت استاذ عبد الناصر، خليني اقول برضه استاذ عمرو، وناس كثيره بيتكلموا بيقولوا التعليقات ده، هي ابتدت على يعني في الساحل الشمالي على احدى الشمسيات كان قاعد فيها هو وزوجته، وكملت لحد عربيته لحد ما غادر الشاطئ تماما في احدى القرى زي ما حضرتك قلت. يعني زي ما بيقول الاستاذ وائل، بيقول ان صبر الاهلاويه قرب ينفذ، ومحمد رضا عتريس بيقول يعني ده شيء رمزي على ان المال لن يدوم، ومن خسر الجماهير لابد ان يدفع الثمن. طيب رمضان نفى الواقعه يا احمد. هو نفى وتحدث في احدى المواقع قال الامر لم يحدث، وانا بكن كل تقدير واحترام لجماهير الاهلي، يعني شئنا وابينا شعور جماهير الاهلي اختلف. أيوة. حتى الواقعة حدثت لم تحدث، ويمكن في شهود عيان طلعوا وطلعوا واتكلموا وقالوا ان الواقعة حدثت، واحدى العاملين في هذه القرية اكد الواقعة، ولكن في النهاية حب جماهير الاهلي لا يتجزأ، واللي اختار الفلوس والمال اكيد 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 قدامه هيشوف حب الجماهير ازاي هيتحول من لما كانوا بيتصوروا معاه سيلفي ويقفوا يرحبوا بيه لحالة من يعني بلاش اقول بقى. طيب الخبر الثاني اللي ملأ الدنيا ولم يقعدها وعاجل دلوقتي، محمد شريف وتوقيعه لبيراميدز، التفاصيل. طبعا خبر ايضا مهم جدا انتشر على السوشيال ميديا، ويمكن البدايه برضو خلينا نقول قناه اون سبورت يعني الزميل كريم رمزي لما قال ان بيراميدز دخل في مفاوضات مباشره مع محمد شريف لاعب النادي الاهلي المعار لانبي، وتال كمان قال يوباجي وتال حمدي فتحي. يعني الموضوع مهم جدا لانه بيهم كل الاهلاويه، محمد شريف لاعب مهم، ومحمد شريف ايضا من اللعيبه اللي مستر فايلر محتاجها وعايزها في الفتره القادمه. كل جماهير النادي الاهلي تحدثت على هذا الخبر، لكن احب اؤكد بان محمد شريف لاعب النادي الاهلي ومفيش شرط جزائي في تعاقده، وهو ملك للنادي الاهلي، بمعنى ان النادي الاهلي هو بس من يملك لبيعه، ما ينفعش اللاعب يخالف شروط التعاقد وينتقل لاي نادي. محمد شريف نفسه يمكن تحدث او كتب يعني على احدى الصفحات الخاصه بالسوشيال ميديا، طبعا لم نتاكد ان دي طبعا الصفحه الخاصه بيه ولا لا، ولكن هو قال في اعلامي طلع قال اني وقعت البيراميدز، احب اقول له معاك صوره من العقود تثبت بيها كلامك، ولا هو اي كلام بترموه لجذب انصار من انظار من يسمعون لكم. انا اهلاوي وان شاء الله لو النادي الاهلي طلبني يعني ارجع بعد انتهاء اعارتي لنادي انبي، مش هفكر لان ده النادي الاهلي اكبر نادي في افريقيا. طيب خلينا بس نقف هنا، خلينا نقف هنا يا احمد، ونقول ان ده اول رد من محمد شريف على ما قيل، بيقول للناس اللي بتقول انا مضيت في بيراميدز لو معاكم صوره من العقد طلعوها، انا لاعب في الاهلي وبحترم تعاقدي مع الاهلي واتمنى العوده الى النادي الاهلي، وبينفي نفي تام ما قيل في الاعلام، صح كده؟ صح كده، ويمكن انا قلت يعني مين اللي قال الكلام ده علشان برضو نوضح للناس اللي وقع بالكامل وقناة اون سبورت، لكن في النهاية الرد رسمي من محمد شريف، وخلينا اقول برضو محمد شريف بيوضح للناس كل الحقائق علشان محدش يقول كلام على لسانه او يتحدث في هذا الامر. في اعلاني طلع قال اني وقعت البيراميدز، احب اقول له معاك صورة من العقود تثبت بيها كلامك، ولا هو اي كلام بترموه لجذب انظار من يسمعون لكم. انا اهلاوي وان شاء الله لو النادي الاهلي طلبني ارجع بعد انتهاء عقد النادي انبي، مش هفكر لان النادي الاهلي اكبر نادي في افريقيا. اللي عايز اقوله برضه يا استاذ عبد الناصر، ناس كتير اتكلمت على محمد الشريف، طب غير محمد الشريف اتقال حمدي فتحي. أيوة. طب غير محمد فتحي اتقال غير حمدي فتحي اتقال السوليه، اتقال علي معلول، اتقال اليو ديانج، اتقال اليو باجي، النهارده برضه تال فايلر واحدى الصحف السويسريه كتبت في هذا الموضوع. تمام. وايه الحكايه؟ ده فعلا بقى الجزء الثاني زي ما انت انفردت وقلت، الجزء الثاني لمخطط يحاك بشيء من الخبره وبيستخدم فيه وسائل الاعلام بجد بحاجه يعني مش عايز اقول خارجه عن الشعور، خارجه عن النص، ضد النادي الاهلي. ويمكن انا عارف ان انت معاك تفاصيل، والوحيد في مصر اللي معاه تفاصيل بهذا الشأن، مهم بقى الناس دلوقتي تعلم الامور دي بتحاك ازاي ضد النادي الاهلي، وازاي بيستخدم وسائل الاعلام ضد النادي الاهلي، وازاي في ناس بتشارك ضد النادي الاهلي في هذا التوقيت. يعني
هو انا المعلومه اللي عندي وحصريه ان الاهلي بدأ في انه يرد ليؤدب بيراميدز من خلال هذه التقارير، لان الاهلي بدأ يتعامل معها بشكل جادي، لان كان الاهلي يتعامل معها بشكل غير جاد وثق في رمضان وما قاله، ولكن فوجئ بان التقارير الاعلاميه كانت صحيحه عندما تحدثت عن احتمالات ذهاب رمضان لبيراميدز ليتحول الاحتمال الى حقيقه. فالاهلي دلوقتي بدأ يراجع عقوده مع لاعبيه، وفي هيؤدب بيراميدز، ومعنى كلمة هيؤدب بيراميدز يعني الأهلي بيعرف إزاي يحافظ على لاعبيه ويعرف إزاي يحافظ على تعاقداته، لأن الجزء الثاني من هذا المخطط اللي أنت بتتكلم عليه أنا أخصصت له حلقة خاصة جدا، لأن ده بدأ الجزء الثاني وهو معنوي، بمعنى إن الخطيب اللي اتدمر ماليا وما معهوش يجيب رمضان، والإدارة الفاشلة اللي بسببها الأهلي بيتدمر، الجزء الثاني إنه يثبته إن هذه الإدارة حتى مش عارفة تحافظ على ما تمتلكه، وإنها إدارة هشة، وإن الكل بيخرف في الأهلي وصوابع خفية شغالة بتخترق العقود. يعني مثلا أنا عايز تفسير للي بيقول إيه، بيقول وأنهم اطلعوا على عقد حمدي فتحي ووجدوا به ثغرة. أنا عايز تفسير للتقرير اللي بيقول، ما هو إذا كان التقرير بتاع فايلر من جريدة سويسرية، الجريدة السويسرية ليها مراسل في مصر، إحنا مش دقين عصافير ولا أنا غلطان يا أحمد. معاك معاك طبعا. الجريدة السويسرية جايبة معلوماتها من هنا، واشمعنى انه ده يتواكب كله في يوم واحد وقبل القمة ب 48 ساعة، انك انت تتكلم محمد كيريف في بيراميدز، حمدي فتحي ثغرة في عقده، فايلر يا راجل انت بتتكلم على فايلر، فايلر والسولية وأليو ديانج لا انا بتكلم وعلي معلول. يعني ده موضوع، ده الجزء الثاني من المخطط. خلوا بالكم يا جمهور الاهلي، علشان حذرنا من الجزء بتاع الاختراق والمال الغريب والمال الاجنبي والمال اللي هيدمر. الناس استغربت كلامنا، الفتره اللي جايه بقى هتلاقي ايه؟ اختراق للاداره واختراق معنوي. تخيل انت لما يجي يقول لك ايه، اليو ديانج يقترب من بيراميدز، واليو ديانج لسه عدنه 3 سنين مع الاهلي ولا 4 سنين، لا على كان لقيه ثغره. طب خدوا العقد منين؟ يبقى الإدارة فاشلة، مش عايزة تحافظ على، مش عارفة تحافظ على عقودها. فايلر في ثغرة في عقده، ده بيقول لك فايلر هيمشي في سبتمبر، يعني شايف الفجر، يعني شوف صح، الفجر. تال كده يا استاذ عبد الناصر، تال اصل في بند بيسمح سعاده ان في سبتمبر ينهي التعاقد وبيفاوض مع بيراميدز، والخبر اتسرب. خليني اقول يا استاذ عبد الناصر عشان نوضح للناس بقى بمنتهى الامانه، الخبر مطالع من هنا لاحدى الصحف السويسريه، واتكتب في الصحف السويسريه ويتنشر ويتقال لك اصل صحف سويسريه قالت ان فايلر بيتفاوض مع بيراميدز وعاد وشرط الجزائي في سبتمبر. يا جماعه وده كلام يعقل؟ ما فيش شرط جزائي موجود في عقد عقد فايلر يتيح ليه الانتقال لاي نادي الا بموافقه النادي الاهلي، ولا كلام ده الا بقى لو في حاجه كارثيه وحاجه كبرى. فالموضوع لا، الموضوع بجد اصبح لا يطاق، والناس دلوقتي بقت شايفه ده كل نص ساعه لاعب رايح لبيراميدز في النادي الاهلي على الاعلام والسوشيال ميديا. ما هو ده الجزء الثاني اللي انت بتسالني، بتقول لي انت الوحيد اللي لديك معلومات. انا قلت المال اللي هيخترق بيه الاهلي من خلال لاعبيه، وفسرت بعض الامور المتاحه، لان في حاجات لو قلتها انا بقول لكم على الهوا هروح ورا الشمس، ما اقدرش اقولها، لان انا في النهايه راجل يعرف حدوده وراجل بشتغل بالقانون مش بشتغل عربجي، يعني انا عارف القانون سامح لي بايه، فبتكلم باللي سامح لي بيه القانون. المخطط الجزء الثاني منه بدأ اعلاميا، وهو ازاي يتحط الاهلي في صوره النادي المخترق، اللي مش مخترق بس، لا ده بيتعلم على قفا الاداره بتاعته. ده المخطط، انك انت كمان لا تستطيع ان تحافظ على من تمتلك، لا انت مش لعيبه، مش لاعب فري ولا مش لاعب ملكك زي رمضان وانا خدته بالفلوس، لا انا بلعب لك في اليو وبلعب لك في حمدي فتحي اللي ملكك، لا خد التقيله بقى، انا بنخور لك في فايلر وهاخده منك في سبتمبر. تروح انت تشت تقعد يا ادور على فايلر، ولا ادور على حمدي فتحي، ولا ادور على محمد شريف، ولا ادور على اليو ديانج، ولا ادور على مين؟
قربوا يطلعوا لنا قرار، ولا قربوا يطلعوا لنا مش عارف مين، ولا قربوا يطلعوا لنا منشور ولا تقرير صحفي. وممكن على فكرة، خلي بالك اقول لك على سر بقى لاول مرة اقوله، لا تستغرب ان التقارير تتنشر بره، ممكن تدفع فلوس في تقارير تتنشر في صحف اجنبية على كان يا أستاذ تترجم. عبد الناصر، الخبر طلع من جوه مصر. يا سيدي الفاضل، كان اقول لك ما هو ادهى، ده ممكن يتعمل تقرير في صحيفة انجليزية او المانية او ايطالية او وات ايفر مدفوع، وبعد كده يترجم في مصر على كان يعمل شوشرة للناس ويقول لك ياه ده الصحف الاجنبية قالت زي النهاردة، يقول لك تقرير سويسري. طيب التقرير السويسري استند على ايه؟ النهاردة فايلر المعلومات اللي وصلاني في منتهى الاستياء من الخبر اللي نزل على يلا كورة، اللي بيقول لك منقول عن صحيفة سويسرية. يلا كورة صادق، ولكن مين اللي وداه سويسرا؟ مين اللي وداه فهمتني كده يا استاذ عبد الناصر صح؟ عايز بس الناس تفتح معايا حضرتك، في خبر اتنشر في تركيا، تركيا دي مش عندها مراسلين في مصر، عايزة تهز استقرار البلد، فتيجي تعمل اخبار ضد الرئيس وضد البلد. نفس الوضع، اي حاجة تلاقي حد مدفوع وقابض يروح عامل لك كذا حاجة، وفي الاخر تيجي هنا في مصر. يا جماعة، في تقرير منشور في الماركة الاسبانية عن ان فايلر رايح ريال مدريد، ولا ريال مدريد يعرف حاجة، بس في حد من مصر قبض وعلى علاقة بالماركة وترجم وبعت ومش عارف ايه. انت حلني بقى، تشت والجماهير تشت، وعليا النعمة ومش عليا النعمة، والناس تروح يمين وشمال. فنفس المال الفاسد، نفس المال الفاسد ونفس المال الحرام اللي مش معروف له اون ولا اوت، اللي بيدمر هو هو المال اللي يقدر يعمل اي حاجة، هو هو المال اللي يقدر يعمل اي حاجة. انا كلامي واضح، هذه الاخبار هي حزمة من الجزء الاول من المخطط الثاني لتدمير النادي الاهلي، حزمة يعني في حزمة اولى تمت والناس كلها شافتها، شارك فيها حد من الداخل ومش عارف ايه، وبدأت الجماهير هي اللي امتصت الدفعة دي، وهي اللي قتلت الجزء الاول من المؤامرة. حالة الغضب اللي خلت مجلس النواب انتفض، اللي خلت مجلس النواب انتفض وحول مرتضى منصور للنائب العام، حالة الغضب اللي خلت المصريين انتفضوا لما اتقال ما فيهمش رجالة، هي دي اللي قضت على الجزء الاول من المخطط. الجزء الثاني بقى بدأ، بص تلاقي ايه، قنوات مع مواقع في ذات اليوم وذات التوقيت، ده مش انفراد ده هدم. طب ما هو، طب اقول لك، ما انا سألتك سؤال وجيه، هو ما فيش حد عنده اجتهاد ان اوباما رايح فين اللي مش راضي يجدد للزمالك؟ يعني عندك حق يا زهر. يعني ما بقول لك، ساسي النهارده، ساسي النهارده اللي خرب الدنيا وادوني فلوسي ورمى الاقماع وخرب الدنيا، محدش شايف ساسي بيراميدز؟ لا، وما حدش اتكلم عليك صحف بره خالص بره. يعني بس انا حاولت بس افسر لك هذا سريعا، لان هيكون لي حلقه تفصيليه. بشكرك على ان احنا ده كان خبر ترند، رمضان صبحي محمد شريف موضوع فايلر، سريعا شرحناه، وهنرجع لك تاني لمزيد من الاخبار يا استاذ احمد، شكرا جزيلا.